بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله مشروب الميرندا او الفانتا. عندنا كوبايتين عصير برتقال بنفس الطريقة اللي كنا عملناها بيها قبل كده، تقدروا تشوفوها. وعندنا مية فوارة، دي هتلاقوها في اي سوبر ماركت كبير مع المية المعدنية. وهنضيف كوباية من المية الفوارة على عصير البرتقال. وخلاص كده خلصت معانا، جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا.